يواجه المدنيون الأوكرانيون الفارون من الغزو الروسي أجواء شديدة البرودة ودرجات حرارة تصل حد التجمد أثناء انتظارهم عبور الحدود إلى رومانيا سعيا منهم للحفاظ على أرواحهم وأرواح عائلاتهم، حيث وصل نحو 365 ألف لاجئ أوكراني إلى رومانيا حتى يوم الجمعة وفق مسؤولين. مرغمين على تحمل مشقات الفرار من الحرب وويلاتها، يحاول اللاجئون الأوكرانيون الساعون إلى عبور الحدود الرومانية تحمل قسوة البرد الذي يصل حد التجمد لساعات طويلة، والعيش في خيام بانتظار تمكنهم من الوصول إلى وجهاتهم المقبلة في البلدان الأوروبية. كل من هؤلاء قدموا من مدن مختلفة واضطروا لمواجهة صعوبات جمة في طريقهم حتى وصلوا إلى هذه النقطة من الحدود. إنها كارثة إنسانية على الحدود. انتظرنا 16 ساعة في البرد مع الأطفال لعبور الحدود. أما الآن فقد تحسنت الأوضاع كثيراً. اتسألت عدداً من الأشخاص هذا الصباح، وقالوا إن الأمر استغرقهم 20 دقيقة وحتى ساعة واحدة من الانتظار حتى تمكنوا من العبور. الوضع سيء للغاية في خاركيف، لا يوجد كهرباء ولا ماء، وهناك نقص في الغاز، والمدينة تتعرض للهجوم ليل نهار. إنها خطيرة للغاية على المدنيين، والواقع هناك مروع، من المستحيل العيش هناك الآن. جئنا من ماريوبول، الوضع مروع هناك، لقد تمت محاصرة المدينة بأكملها. كنا نصلي بينما كنا نسير على الطريق حتى تمكنا من الخروج بعون الله. كل أقاربنا بقوا هناك وليس لدينا اتصال معهم، ندعو الله أن يحميهم. الأطفال باتوا مرضى الآن ولا أعرف ما الذي سنفعله بعد ذلك، نحن نتجه نحو المجهول. هنا على الحدود يساعد رجال الإطفاء الرومانيون اللاجئين عند وصولهم إلى نقطة العبور في مدينة سيريت الرومانية، حيث أقامت العديد من المنظمات غير الحكومية خياماً لتوفير الطعام والمشروبات الساخنة والإمدادات للاجئين، كما أقام رجال الإطفاء مخيماً مؤقتاً في ملعب لكرة القدم لإيواء بعضهم. الجو بارد جداً لكن جميع الخيام مدفأة، إذ تصل درجة الحرارة في الخيمة إلى حوالي 19 درجة مئوية. ووفق مسؤولين فقد وصل حتى يوم الجمعة نحو 365 ألف لاجئ أوكراني إلى رومانيا قبل أن يواصلوا رحلاتهم عبر أوروبا أو يستقر بهم المقام في هذا البلد. انضم إلينا عبر سكايب من لفيف منسق الاتصالات الميدانية لحالات الطوارئ في أوكرانيا بمنظمة أطباء بلا حدود توماس باندل، ومن موسكو الأكاديمي والخبير في العلاقات الدولية الدكتور فلاديمير سوتنيكوف. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. نبدأ معك سيد باندل، ما الوضع الآن في داخل أوكرانيا؟ المعيقات، أبرز المشاكل التي تجدونها في عملكم كمنظمة مختصة إنسانية؟ ما نشاهده هو سباق ضد الزمن، هناك دمار وقصف جوي والناس في الأقبية بدون ماء أو طعام أو كهرباء، كل هذا يحدث هنا والموقف يزداد سوءا، الوحشية وسرعة الحرب، هذا شيء لم نشهد مثله منذ فترة طويلة، لهذا مهم أن نحصل على الإمدادات الطبية قبل أن تزداد الأمور سوءا. دكتور سوتنيكوف، ألا تخشى موسكو من الضريبة العالية سياسيا وأخلاقيا عندما تقصف مستشفى للأطفال والنساء، عندما تتهم بالتضييق باستهداف مناطق المدنيين بارتكاب جرائم حرب؟ في الواقع أود أن أقول الكثير من المعلومات الزائفة والمضللة تنتشر وينشرها أو تنشرها السلطات الأوكرانية في الدول الغربية في أوروبا. موسكو
لا تخشى العقوبات التي فرضتها بعض الدول الغربية. وموسكو في الواقع اقترحت الممرات الإنسانية طبقا للمعلومات. الجانب الأوكراني هو الذي كسر هذه الممرات الإنسانية. روسيا أوقفت أعمال عسكرية عند الإعلان عن هذه الممرات، ولا أستطيع القول أن موسكو لا تتصرف طبقا للحروب أو قوانين الحرب. سيد ماندل، من يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى في منعكم من أداء مهامكم، في تصعيب الأمور عليكم وإيصالها للمرحلة التي وصفتها قبل قليل؟ أنا آسف، سمعت جزءا من السؤال. لو كنت تتحدث عن الموقف في ماريوبول والهجمات الأخيرة على البنى التحتية والمستشفى، أود أن أكون واضحا. لدينا فريق في ماريوبول، ولكن هذا الفريق لم يشهد مباشرة ما حدث فيما يتعلق بهذه الهجمات. هناك تقارير أن هناك هجمات على البنى التحتية الطبية والمدنية وأن القصف عشوائي، ولكن صعب بالنسبة لنا أن نكون محددين. يجب أن نتوخى الحذر وأن نعلق فقط على ما نشاهده. في حالتنا الفريق لم يكن على الأرض، وبالتالي من الصعب أن نقول أي شيء محدد في هذا الصدد. سألتك قبل قليل، كنت تتحدث عن ظروف بالغة الصعوبة لم يسبق أن شاهدتموها من قبل. من يتحمل المسؤولية في عدم إعطائكم التسهيل اللازم لأداء واجبكم على الميدان؟ النزاع جار، ومن الصعب أن نوجه أصابع الاتهام. ما نراه على الأرض هو محاولتنا إيصال الإمدادات الطبية. شاهدت شاحنات تحمل 130 متر مكعب من المعدات الطبية. أيضا كان هناك إرسال للمعدات الطبية إلى كييف، ووزارة الصحة تلقت المواد ووزعتها على المستشفيات. ليس من المستحيل إيصال المعدات الطبية وإلى أي مكان. ماريوبول لا نستطيع أن ندخل أي شيء إليها، وأيضا من الصعب إخراج الناس. هذه هي الحقيقة التي يقولها فريقنا على الأرض، ونشعر بالالتزام أن نقول الحقيقة بالنسبة لما نراه على الأرض. سيد دكتور سوتنيكوف، تدمير المدارس، 48 مدرسة دمرت في خاركيف وحدها، إضافة إلى مواقع أخرى فيها مدنيين، شهدنا صورها صوتا وصورة على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. كل ذلك من يعني يتهم فيه غير موسكو، التي كانت تقول نحن نستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية فقط؟ ما تقوله موسكو هو أن قوات العمليات الخاصة استهدفت بنى تحتية عسكرية. في الواقع روسيا تحاول أن تتجنب الوفيات غير الضرورية، وروسيا لا تستهدف الأوكرانيين المسالمين في المدن. مرة أخرى نحن نرى هنا نرى الموقف عندما تكون فيه الكثير من المعلومات الزائفة والمضللة في أشرطة الفيديو التي نشرت على الإنترنت. وكما سمعت زميلي من جنوب أوكرانيا بالنسبة لما يجري على الأرض، ربما هذا على الأرض،
ولكن روسيا تحاول تجنب الضحايا وهي تستهدف البنى التحتية العسكرية فقط. من له القدرة على تحديد العدد الدقيق للضحايا والأضرار سيد بندل إذا كان حتى الآن لا يوجد مصدر واحد موثوق به؟ لا أعرف ما إذا كان هناك مصدر واحد يمكن أن نثق به، ولكن نحن في منظماتنا نعلق على ما نشاهده مباشرة. هذا ما قلته عن ماريوبول، لأن لدينا فريق هناك وهناك أشياء نحاول إيصالها، تجهيزات طبية نحاول إيصالها إلى كييف ومساعدة اللاجئين. هناك أيضا شهادات من هذه الأماكن من ناحية مساعدة اللاجئين، واضح أن هناك نساء وأطفال، البعض يعاني من الجفاف وأيضا من الإصابة بالبرد. لا نستطيع أن نعلق على كل شيء في أوكرانيا، ولكن نود أن نعطيك فكرة عامة. في الأماكن التي ذكرتها الموقف في ماريوبول مثلا سيء جدا، أيضا على الحدود بالنسبة للاجئين سيء، أيضا في كييف الموقف سيء، والموظفون الطبيون يحاولون الإبقاء على المستشفيات مفتوحة. هناك أشياء نستطيع أن نقولها بكل وضوح. دكتور سوتنيكوف، أليس لدى موسكو خطة موازية على الأقل وهي في حالة غزو لأوكرانيا لتجنب إيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا من خلال دعم المصادر الثالثة غير التابعة لها، لا يعتمد فقط على أرقامها وإحصاءاتها وحديثها عما تقوم به في الميدان؟ نعم، موسكو لديها خطة تجنب الضحايا، وللإجابة على سؤالك السابق، القوات الروسية هي التي تقوم بالعمليات الخاصة وتحاول أن تمضي حسب الخطة. مرة أخرى في هذه الحالة أود أن أقول، أحيانا وغالبا القوات الأوكرانية تستخدم البشر والمواطنين المسالمين كدروع بشرية ضد الأعمال العسكرية الروسية. هذه هي الحقيقة، لأننا في الواقع نسمع ونرى بعض الأمثلة على ذلك. أعتقد أن روسيا تتصرف حسب الخطة، وموسكو أيضا مهتمة ليس فقط في تجنب الضحايا غير الضروريين، ولكن هناك مفاوضات تتم تقريبا يوميا مع الجانب الأوكراني. سيد بندل، هل تتوقعون أن عملكم أو فرقكم الموجودة الآن في الميدان الأوكراني ربما تكون قادرة على أداء بشكل أفضل مهامها إن هي نسقت بشكل مباشر مع الطرفين؟ في الواقع في كل مكان نعمل فيه هناك شيء اسمه المقاربة التفاوضية، وهذا يعني أننا نتحدث دائما مع أطراف النزاع ونتأكد من سلامة الموظفين والمرضى وأن يكون هناك مناخ آمن لتوفير المساعدات الطبية وأيضا توفير التجهيزات والإمدادات الطبية إلى المستشفيات. أنا لست هنا لمناصرة هذا الطرف أو ذاك، أنا أتحدث بالأصالة عن المرضى والموظفين وحسب ما نراه على الأرض. آمل أن يتحسن الموقف، كما قلت هناك سباق ضد الزمن ونحاول إيصال التجهيزات والمعدات الطبية إلى حيث نحتاج إليها.
وآمل أن الأمور تتحسن، كلنا نأمل ذلك. الموقف، موقف الناس الذين يعيشون في أوكرانيا صعب جدا، ولا أحد يختلف معنا أن هناك الكثير من المعاناة، ومن مصلحة الجميع التأكد أن الناس يشعرون بالأمان. شعبيا وسياسيا دكتور سوتنيكوف، هل يفهم أن هنالك عبئا أخلاقيا يوضع على روسيا، أقصد في الداخل الروسي، هل يشكل ذلك ضغطا على الكرملين؟ دعني أسألك سؤالا قبل أن أجيب على سؤالك. أود أن أقول، هل هو عبء أخلاقي بالنسبة للجيش الأوكراني أو أن يقصف مناطق دونيتسك ولوغانسك؟ لأن وزارة الدفاع الروسية وثقت أنه كانت هناك مختبرات بيولوجية في أوكرانيا. في هذه الحالة أين يقع العبء الأخلاقي؟ أيضا كانت هناك خطط للهجوم على بيلاروسيا من جانب الجيش الأوكراني وكذلك دونيتسك ولوغانسك. أيضا للإجابة على سؤالك، في الواقع موسكو تحاول على المستوى السياسي، موسكو تحاول أن تضع اللمسات النهائية على وأن تنهي هذه المعاناة، معاناة الشعب الأوكراني، لأن الكل يفهم أن هناك أزمة إنسانية ضخمة، والكل يعرف أن أكثر من 2 مليون لاجئ هربوا إلى أوروبا، وهناك لاجئين من دونيتسك ولوغانسك هربوا إلى روسيا. هذا ربما هو المستوى السياسي الذي تفهمه السلطات الروسية جيدا. كنت أود أن أسأل، ما الذي يمكن أن تحتاجه موسكو أكثر من أجل فهم هذا الضغط؟ لكن للأسف ضايقني الوقت. من موسكو فلاديمير سوتنيكوف ومن لفيف توماس باندل، شكرا جزيلا لكم معكم.